الله يحييك. يعني اليوم اليوتيوب والإعلانات مش فقط على الصغار، حتى الكبار. اليوم واحد صار يخجل ويخاف أنه يشوف الفيديو مع أحد حتى لا يظهر إعلان، يعني يكون خادش للحياة خصوصا بالنسبة للأشخاص. مدى خطورة هذا الجانب، يعني هذا التغير أيضا، يمكن هذا أمر أصبح ملاحظ في الآونة الأخيرة على يوتيوب تحديدا. خطورة شديدة، حتى يمكن أن نسميها القنبلة الموقوتة التي تسلم للطفل. نعلم حتما بأنه عاجلا أو آجلا ستقع عينيه على مشاهد لا يجب له مشاهدتها، إما جنسية، إباحية، استرداجية، كل هذه الأمور واردة وحاصلة حاليا في هذا الزمن. وبالتالي فإن أي والدين يسلموا أجهزة لأطفالهم دون رقابة عليهم أن يتوقعوا بأن هذا سيحدث. يعني هذا من الأكيد أنه سيحدث، خلاص الإعلانات التلقائية صارت وتركز على المحتوى، هذا المحتوى المقزز فعليا اللي يعني لا يتناسب مع أي فئة، يعني ما هو اللي تقدر تقول له تصنيف. الحديث اليوم، طيب إيش الخيار المتبع بالنسبة لي مع هذا الموقع اللي العالم ما تقدر تستغني عنه، هو الأشهر فيما يتعلق بالفيديوهات بالنسبة للأطفال؟ قد يوجد هناك خاصيات تمنع بعض المواد، لكن المشكلة في الإعلانات إحنا نعم. عندنا، وفي مثلا تطبيقات خاصة للأطفال زي يوتيوب فور كيدز مثلا، لكن يظل الحال بعد الله الحامل أعظم هو الوالدين ورقابتهم. فحكاية أني أنا لازم أخلي أطفالي يشوفون يوتيوب، لا مش لازم. إحنا كوالدين حريصين في زمن خطير مثل هذا، علينا أن ننتقي المواد المرئية التي تشاهدها أطفالنا، ونختار البرامج التي يمكن لهم مشاهدتها، وليس من شروط الحياة وجود اليوتيوب في حياتنا. بكل تأكيد، يعني هذه هي النصيحة الأهم اليوم أقدر أستغني عنها، يعني دام أنه المحتوى بهالشكل، لأنه أحيانا مش فقط للأطفال حتى للأسرة، الناس كانت تعتمده كمرجع تبغى تشوف أي محتوى مرئي، بس اليوم أمر مقزز وصعب أنه والله هالإعلانات التلقائية تظهر في حضور الأسرة بشكل كامل، يعني بكل تأكيد. طيب كل الشكر لك على هذه المداخلة الأستاذة سارة العبد الكريم، وأنت المستشارة التربوية.